تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام مشاهدين الكرام، ومرحبا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم نستهلها بالعناوين. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يطلق النسخة الرابعة من مسابقة شاعر التوحيد بمشاركة العديد من الشعراء والمبدعين. قرية مفتاح الخير التابعة لمركز كرمسين الإداري في ولاية طرابلس تحتضن انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة التصحر. القوات العراقية تسيطر على عدد من الأحياء وسط وشمال الفلوجة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، ومعارك عنيفة تدور هذه الآونة بين الطرفين. نبدأ نشرتنا بالصفحة الخاصة بشهر رمضان المبارك بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مشاهدينا. أشرف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ليلة البارحة على انطلاق النسخة الرابعة من مسابقة شاعر التوحيد التي يشارك فيها العديد من الشعراء والمبدعين، ويتم بثها للجمهور مباشرة على الهواء. ويقوم قطاع الشؤون الإسلامية هذا العام برعاية البرنامج دعما لهذا النشاط الرمضاني الهادف. شاعر التوحيد عنوان برنامج يبث مباشرة لجمهور الصائمين، وهو تظاهرة أدبية يتبارى فيها المبدعون في مدح الخالق والثناء عليه بما هو له أهلا. في رمضان تنطلق هذه المسابقة، وعلى أساسها قامت هيئة تعنى بتنظيمها سنة بعد أخرى وبتطويرها نسخة بعد نسخة. الطبعة انطلقت الليلة البارحة برعاية وعناية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وبحضور متميز من لدن قطاعي الشؤون الإسلامية والثقافة، فضلا عن مواكبة إعلامية وبث مباشر على قناة شنقيط. فعالية تميزت بخطاب للجهة الراعية وضعت من خلاله الحدث في سياقه. أشرفني وأنا أشرف معكم في هذه الليلة المباركة من هذا الشهر الكريم على انطلاق النسخة الرابعة من برنامج شاعر التوحيد التي ترعاها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي هذه السنة. أن أشيد بهذا البرنامج وما حققته نسخه الماضية من إضافات ثقافية نوعية، وذلك لما له من دور بارز في صقل نفوس المشاهدين والمتابعين ودعم مخزونهم الفكري ومرتكزاتهم الثقافية، سعيا إلى إلمامهم بالتعاليم الإسلامية السمحة وما تحمله من معان رفيعة قوامها التسامح والتآخي والانسجام، وهي مقاصد حميدة نحن في حاجة إلى استحضارها اليوم في ظل تنامي ثقافة العنف والتدمير التي اكتوى بها سكان المعمورة في كل مكان، وما نشهده من إساءات متكررة على ديننا الإسلامي الحنيف ورسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو ما جعلنا ندعم ونرعى هذا البرنامج المهتم بالتوحيد ومدح النبي صلى الله عليه وسلم. رئيس الجهة المنظمة عبر عن ارتياحه وامتنانه لكل المساهمين ممن كانت جهودهم سعية إلى إنجاح هذه النسخة من المسابقة، ثم تحدث عن الانطلاقة. ها نحن في هذه البسمة الرابعة، وفي هذه النسمة الرابعة، وفي هذه الهمسة الرابعة، وفي هذه المقابسة الرابعة من عقود شاعر التوحيد. والشعراء الحسانيون أو شعراء الحسانية يزكون أشعارهم، ونعم الزكاة، وما من زكاة أحسن من زكاة القول الذي سنسأل عنه في يوم تعرض السماوات والأرض على بارئه. في هذا الحفل كذلك تحدث المدير العام لقناة شنقيط سيد أحمد المحمد لمين، مباركا للمشاركين ومنوها بالتعاون المستمر بين جميع الأطراف ضمانا لنجاح هذا الحدث الرمضاني المبارك.
في إطار سلسلة النشاطات الدينية المواكبة لشهر رمضان، احتضن الجامع الكبير اليوم محاضرة تحت عنوان التصوف السني عند علماء الشناقطة. وقد تحدث الفقيه أحمد اللهل داود عن خصائص التصوف السني عند علماء السلف الذين سعوا دوما إلى اعتماد التصوف أسلوبا ومنهج حياة ديني يبتعد عن الغلو والتطرف. التصوف السني عند العلماء الشناقطة كان موضوع المحاضرة 12 ضمن الأنشطة العلمية المواكبة لشهر رمضان المبارك من سنة 1437 هجرية. منبر الجامع الكبير في العاصمة اعتلاه وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأستاذ الفقيه أحمد اللهل داود متحدثا عن الموضوع لغة واصطلاحا، مؤكدا أن التصوف يعتبر الركن الثالث من أركان الدين، وعرفه العلماء بأنه هو الدخول في كل خلق سليم والخروج من كل خلق ذميم. التصوف، هذه الكلمة اختلف العلماء في اشتقاقها، فبعضهم يقول نسبة إلى أهل الصفة وهم الفقراء من المهاجرين الذين كانوا يجتمعون في مكان ما من المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والبعض يقول نسبة إلى الصف الأول في الصلاة، والبعض يقول نسبة إلى بني صفة، والبعض يقول من الصفاء من صافى ربه فصوفية، والبعض يقول نسبة إلى لبس الصوف الذي اشتهر المتنسكون الأولون بلبسه. إذا قيل لك المتصوفة من هم في الحقيقة صفهم لنا، فقل هم العلماء بالله وبأحكام الله العاملون بما علمهم الله تعالى، المتحققون بما استعملهم الله تعالى، الفانون بما تحققوا، لأن كل واجد قد فنى بما وجد. وقدم المحاضر نماذج من أقوال العلماء الشناقطة شعرا ونثرا عن أهمية التصوف وما يتميز به من معاني روحية سامية تهذب النفوس وتنير الطريق أمام السالكين لنهج النبي صلى الله عليه وسلم. بعد هذا العرض أفسح المجال للحضور الذين عبروا عن شكرهم للعلماء الذين أناروا الرأي العام بالمحاضرات العلمية خلال هذا الشهر الفضيل، مقدمين أسئلتهم المتعلقة بالموضوع، مطالبين بزيادة الوقت المخصص إلى أسئلة تجسيدا لثنائية السؤال والجواب. هنالك فطاحل من علماء الأجلاء يترصدون الخطى ويسبرون الأغوار من أثر إماطة اللثام عن كل الإشكاليات التي قد يجدها الصائم في أوقات، إلا أننا نلاحظ بأن هذه المحاضرات أنه من الأحسن أن تكون هناك وقت أطول، وخاصة فيما يتعلق بالأسئلة. نختار توسع شوية، ساعة ونص، تعود ساعة ونص تقريبا، ياك تعود الأسئلة قد تجاوب عليها ذاك. الأستاذ الفقيه أحمد اللهل داود رد على الأسئلة المتعلقة بالمحاضرة مبرزا أهمية التصوف وما له من تأثير روحي على النفوس الراغبة في الاستجابة لطاعة الله ورسوله في السر والعلن والاتصاف بخلق الأوابين التوابين في جميع الأوقات والحالات. نظمت مساء أمس جمعية إسهام الخيرية بالتعاون مع بلدية تجنين إفطارا جماعيا للصائمين في هذه المقاطعة، ويعكس هذا النشاط الخيري المواكب لشهر رمضان اهتمام الجمعية بالإسهام الإيجابي في الفعاليات الخيرية لهذا الشهر، وذلك عبر عون ومواساة الضعفاء في هذا الفضاء الروحي الذي تتضاعف فيه الأعمال. تشهد أسواق التمور مع بداية شهر رمضان انتعاشا ملحوظا نظرا للإقبال المعتبر على هذه الأسواق التي توفر هذه المادة الضرورية والأساسية في مائدة الإفطار، لكن الباعة يجمعون على أن أسعار التمور لا تزال في ارتفاع مستمر خاصة مع بداية موسم القيطنة. السلم الحضرامي زار السوق المخصصة لبيع التمور وأعد التقرير التالي حول هذا الموضوع. التمور المحلية لها مكانتها التاريخية في ذاكرة الجمعوية لمجتمعنا، وما زالت تحظى باهتمام كبير من طرف المواطنين في بعض المواسم الخاصة. فالاهتمام في موسم شهر الصيام بمادة التمور جعلها تشهد إقبالا متزايدا من طرف المواطنين الراغبين في اقتناء أجود أنواع التمور رغم اختلاف أشكالها
واختفاء البعض منها. اشكال التمر اللي نعرفه احنا فقنا عليهم سنقاوي الحمر هم عليه وتي جبات والمداين وتي قدرت، فما انواع اخرين قالوا دقل وام سخسي وهذا انواع وفمشي من العلف قاع بلا مسميات. الناس اللي قبال مهتم عندهم من الاحمر اللي يقولوا الحمر وتالبهم شين قالوا المداين وتي جباتن وتي قدرت، خالقين ياسر من اشكاله موجوده شور الزرايب يا غير ما تجي هونات. تتوفر التمور المحليه والمستورده بكثره هذه الايام هنا في الاسواق المخصصه لها في العاصمه، وتشهد تفاوتا في الاسعار حسب جودتها وحداثتها. قاعدة جعلت البلح مثلا في سلم ترتيب الأسعار، يمشي إلى 3000 ويمشي إلى 2500 ويمشي إلى 1500، تقدر تمشي إلى 3000 ما سعر السنة صعيبة به اللي العام اللي فات ما أخلي. اختلاف في نوعيات التمور وجد صداه لدى المواطنين الذين اختلفت آراؤهم بين من يرى ضرورة الاكتفاء بالتمور المحلية لفوائدها المختلفة، وبين آخر يعتبر أن التمور المستوردة هي الأفضل لمائدة الإفطار حسب معاييره واختياراته. في رمضان الزن اللي مستورد يشبه من الآخر، اللي مستورد بيه الجديد تمر حلو فهمت وياك وازن، والآخر زين لاني ود جديد ودخل قرقاطنة واللي زين استعماله. اختير لا المحلي، قال المحلي ما فاته دخل موسم ولا فات مثلا عاد في شيء يفطر به. وراك نشروا التمر اللي جاي من الخارج. ما بين ماضي مشرق وحاضر متطور، ما زالت التمور ذات نكهة خاصة وفوائد صحية مختلفة باعتبارها غذاء أساسيا يوفر الطاقة الضرورية للجسم في شهر رمضان المبارك. وإلى العاصمة الاقتصادية، حيث تعيش مدينة وذيب في ليالي رمضان أجواء استثنائية من خلال ارتفاع نسق الحياة الليلية في المدينة. وبعد الإفطار مباشرة يخرج المواطنون من بيوتهم لممارسة نشاط السير الصحي على طول شوارع المدينة وممراتها التي تكتظ بأعداد هائلة من المواطنين الراغبين في التنزه والسمر بعيدا عن أجواء وروتين المنزل. تنبعث الحركة والحيوية والنشاط كل مساء داخل الشارع الرئيسي البحري الذي يربط أجزاء المدينة الشاطئية بعضها ببعض على مسافة تزيد على 7 كيلومترات. أمواج بشرية تروح وتغدو جيئة وذهابا تجوب أرصفة الطرقات التي تم تعبيدها وإعادة تأييدها بالإنارة العمومية لتشكل بذلك براحا للتنزه وفرصة لاستنشاق هواء المحيط العليل ومكانا لممارسة رياضة المشي. أجواء رمضانية ليلية تعيش على إيقاعها المدينة الساحلية خلال هذا الشهر الكريم. أجواء رمضان من وادي بوزينة ما شاء الله، أجواء زينة مريحة ما شاء الله، بعد الرياضة ما شاء الله على الأطالة ما شاء الله على القدمات، الشوارع ما شاء الله زينة. رمضان مشتكرين به حتى وزينة حتى كامل، والله ما أنا جابر من أي إحساس، ما شاء الله جوات وزينين وذن وفطرون عدلوا صنفار فوق القدرون. أجواء رمضان في نوادي بوزوان أجواء زينة ما شاء الله ومريحة. أماكن لعب الأطفال وما توفره من فضاء لتنزه مع ذويهم أمور بدأت تدخل مكونات السمر الرمضاني، حيث تستقطب عددا من الباحثين عن فسحة بعد يوم صوم طويل مدته 15 ساعة. هذا الفضاء يوفر عن رقاج عاقب الفطور، لا يجبر بليده، لا يسكن فيها شمن الشاشرة عنده، ولا يجي هو يتنزه فيها، ولا يجي هو يجبر فيها راحته مدة 3 سوايع أو 4 سوايع ونسوه في اليوم اللي ظل صايم نهار كامل. خلاصة زينة ما شاء الله، وليل كانت خاصتنا ما شاء الله في نوادي بو ما شاء الله، عادوا تركتنا راهو شي يلعبوا فيه وشي ما شاء الله يفكروا فيه، يقولون هم يدوروا عند السيبة في التراب والوكيل مبجي ياسر مشي ما وصال، عاد مهنيهم خاصة في الشهر العظيم رمضان الكريم. وبعد أداء الفريضة وصلاة التراويح تدب الحركة في شريان المدينة البحرية التي لا يتوقف إيقاع السمر الليلي فيها حتى أوقات السحر، في ظل ما تتوفر عليه المدينة من مؤهلات خدمية وسياحية وبنية طرقية تتيح وسائل الراحة وتسوق أثناء شهر رمضان المبارك.
احتضنت قرية مفتاح الخير التابعة لمقاطعة كرمسين اليوم الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة التصحر. وقد تضمنت فعاليات تخليد هذا اليوم غرس شجيرات في المشترة التابعة للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير بحضور السلطات الإدارية والمنتخبين المحليين. تحت شعار معا لنشرك الناس في حماية الأرض لاستغلالها، خلد قطاع البيئة والتنمية المستدامة اليوم العالمي لمكافحة التصحر. وقد جرت فعاليات تخليد هذا اليوم بموقع إنتاج الخضروات والمشاتل في قرية مفتاح الخير التابعة لمركز كرمسين الإداري، وتميزت بإعطاء الانطلاقة الفعلية لإنتاج الأشجار في المشاتل التابعة للوكالة الوطنية للسور الأخضر الكبير بولاية الترارز. احنا تخليدا لليوم العالمي لمكافحة التصحر اللي صادف يوم 17 من يونيو، وزارة البيئة والتنمية المستديمة خطرتي سنة خلدو وفي ولاية ترارزة بذات في بلدية مبلل وفي قرية مفتاح الخير كإعلان انطلاقة أشغال وكالة السور الأخضر الكبير. كيف تعرفوا هذه الوكالة نشأت 2010 وإن شاء الله لا تعمل التراب الوطني على شريط عرضه تقريبا 15 كيلومتر وبطول 1100 كيلومتر. عمدة بلدية مرل ذمن من جانبه أهمية الحدث وتأثيراته على ساكنة المنطقة. شاكرين هاي الوكالة السور الأخضر على هذا المشروع الكبير اللي نجزه في بلدنا، لأنهم أول مشروع عدلوه على مستوى الولاية هون. المشروع اللي هو وراجع إن شاء الله على أنه يتحقق، الأهداف اللي مطلوبة منه كان إن شاء الله راجع عنده أنه يتحقق. يذكر أن بلادنا أنشأت برنامجا وطنيا لإنتاج الشجيرات الخاصة بتشجير المناطق التي يمر بها السور الأخضر والبالغ طولها 1100 كيلومتر. باشرت رابطة صحة الأم والطفل غير الحكومية صباح اليوم بالمركز الصحي الواقع بحي الترحيل 18 معاينات طبية مجانية لصالح النساء الحوامل والمرضعات. يدخل هذا النشاط حسب رئيسة الرابطة السيدة بركة بنت السيد في إطار الأنشطة التحسيسية التي تنظمها الرابطة ضمن برامجها الهادفة إلى تحسين صحة النساء الحوامل وتوعيتهن من أجل الولادة في المنشآت الصحية. يتميز هذا الأسبوع بتقديم استشارات وعلاجات مع الأدوية المناسبة، كما تستعين الرابطة بخبرات أخصائيين وأطباء وطنيين متطوعين لخدمة المواطنين الأكثر فقرا خاصة في شهر رمضان المبارك. دوليا قدرت إدارة الأوقاف الفلسطينية عدد المواطنين الذين أدوا صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان بالمسجد الأقصى ب 200 ألف فلسطيني، وذلك رغم العراقيل والقيود الإسرائيلية المطروحة. ونشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تعزيزات عسكرية كبيرة في مدينة القدس وداخل البلدة القديمة وعند الحواجز المحيطة بالمدينة، وسمحت القوات المنتشرة على الحواجز العسكرية للرجال الفلسطينيين الذين تزيد أعمارهم على 45 عاما بالعبور للقدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، كما سمحت لجميع النساء والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما بالدخول إلى القدس. ذكرت مصادر عسكرية أن القوات العراقية سيطرت على عدد من الأحياء وسط وشمال الفلوجة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، وأضافت أن معارك عنيفة تدور في هذه الآونة بين تنظيم الدولة من جهة والقوات الأمنية العراقية من جهة أخرى. قال الجيش العراقي إن قواته دخلت وسط مدينة الفلوجة بعد انسحاب مقاتلي تنظيم الدولة من بعض أحيائها الجنوبية، وسيطرت على موقع المجمع الحكومي في الفلوجة وعزلت الأحياء الجنوبية عن الشمالية باستثناء الحي الصناعي. وفي سياق متصل قالت المصادر العسكرية إن 22 من القوات العراقية قتلوا وأصيب نحو 30 في مواجهات مسلحة مع تنظيم الدولة أثناء تقدم القوات العراقية إلى وسط الفلوجة. وأضافت المصادر أن بعض الجيوب في الأحياء التي تمت استعادتها تهاجم بين الحين والآخر القوات الأمنية، مضيفة أن تنظيم الدولة ينشر قناصته في الحي الصناعي ويقوم بقصف ومهاجمة القوات العراقية. وأوضح قائد فرقة الرد السريع أن القوات العراقية تمكنت من تدمير 3 صهاريج مفخخة ورفع أكثر من 55 عبوة ناسفة مزروعة على جانبي طريق بغداد الذي كان واحدا من أبرز ممرات تموين تنظيم الدولة.
وكان وزير الدفاع العراقي قد قال خلال جولة في بعض المحاور الميدانية إن المبادرة للقتال ضد تنظيم الدولة بيد القوات العراقية سواء في الفلوجة أو المناطق الأخرى، مضيفا أن التنظيم ينهار بشكل كبير. وقد شهد يوم أمس مقتل 16 مدنيا وإصابة نحو 20 آخرين في غارات وقصف مدفعي وصاروخي للجيش العراقي على معظم أحياء الفلوجة، حيث أعلن فرض سيطرته على حي الشهداء جنوب المدينة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة خلفت خسائر بشرية في الطرفين. وقالت مصادر طبية عراقية إن الغارات والقصف المدفعي والصاروخي ألحق دمارا كبيرا بالمنازل والمباني الحكومية. اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم أن سوريا ستنهار إذا استمرت الأمور على حالها، مضيفا أنه يتفق مع مقترحات أمريكية بإشراك أطرافها من المعارضة في الحكومة السورية الحالية. وأكد بوتين أنه يتفق مع مقترحات أمريكية لم يوضحها بإشراك أطرافها من المعارضة في نظام الأسد، معتبرا أن الأسد يرى أن هناك حاجة لعملية سياسية. في المقابل سارع مسؤول أمريكي اليوم إلى نفي ما صدر عن الرئيس الروسي بوتين، قائلا الولايات المتحدة لم تقترح ضم أفراد من المعارضة السورية في حكومة الرئيس بشار الأسد. ونصل الآن مشاهدينا الكرام إلى جديد الاقتصاد مع فاطمة تومت محمد محمود بعد فاصل قصير. شكرا منات، أهلا بكم مشاهدنا الكرام في نشرتنا الاقتصادية لهذه الليلة. نبدأ هذه النشرة بأسعار أهم العملات العالمية مقابل الأوقية حسب آخر بيانات البنك المركزي الموريتاني. حققت اليابان معدلات نمو معتبرة، وذلك وسط مؤشرات على احتمال استمرار النمو خلال الأشهر القليلة المقبلة على نفس الوتيرة. وعززت الأرقام الصادرة في طوكيو الثقة في الأسواق اليابانية التي تعيش أفضل مواسمها. اليابان ثالث اقتصاد في العالم يخطو باتجاه تحقيق معدلات نمو معتبرة في ظل تناسب المعطيات مع المؤشرات. فقد أظهرت آخر بيانات حكومية أن الاقتصاد الياباني نما بمعدل سنوي بلغ 1.9% خلال الربع الأول من هذا العام في تعديل صعودي للنمو من قراءة أولية بلغت 1.7%، ويتوافق تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.4%، وجاء أيضا متماشيا مع متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين. وانخفض الإنفاق الرأسمالي وهو مكون رئيسي للناتج المحلي الإجمالي 0.7%، وأقل كثيرا من القراءة الأولية التي كانت تشير إلى هبوط قدره 1.4%، فيما زاد الاستهلاك الخاص 0.6% مرتفعا قليلا عن القراءة الأولية التي أظهرت زيادة قدرها 0.5%. قالت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي أنه يوجد ارتباط فعلي بين تحسن الناتج النهائي وتزايد عدد النساء في المناصب العليا في الشركات. وأشارت لاغارد التي كانت تعلق على نتائج دراسة للصندوق صدرت مؤخرا إلى أن الدراسة جديدة كبيرة ومبنية على بيانات مسحوبة من مليوني شركة عبر 34 دولة أوروبية. طالب رجال أعمال ومستثمرون يشاركون في منتدى سان بطرس بورغ الاقتصادي الدولي في دورته 20 التي انطلقت اليوم بالمزيد من الانفتاح الاقتصادي بين دول العالم ضمانا لتحسن أداء الأسواق العالمية. وقال مشاركون في المؤتمر أن أبرز نتائج اليوم الأول للمنتدى تمثل في إبرام مذكرة تعاون مشترك بين شركتي الطاقة غاز بروم الروسية وريال داتش شيل الهولندية البريطانية بشأن مشروع للغاز الطبيعي المسال في منطقة بحر البلطيق. وسيساعد هذا المشروع على تنويع أنشطة غاز بروم في مجال مبيعات الغاز المسال، كما سيساهم في تعزيز محفظة الشركة المالية في قطاع الغاز المسال عبر العالم. فيما يلي نتابع تطورات أهم الأسهم والمؤشرات في الأسواق المالية العالمية.
بداية النشرة الاقتصادية، شكرا على كرم المتابعة، عودة إلى ملاتة. شكرا لك فاطمة. وبذلك نصل مشاهدين الكرام إلى نهاية نشرة الأخبار الرئيسية لهذا اليوم. عود على بدء وتذكير بأبرز ما جاء فيها. قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي يطلق النسخة الرابعة من مسابقة شاعر التوحيد بمشاركة العديد من الشعراء والمبدعين. قرية مفتاح الخير التابعة لمقاطعة كرمسين في ولاية ترارزا تحتضن انطلاق الفعاليات المخلدة لليوم العالمي لمكافحة التصحر. القوات العراقية تسيطر على عدد من الأحياء وسط وشمال الفلوجة بعد انسحاب تنظيم الدولة منها، ومعارك عنيفة تدور هذه الآونة بين الطرفين. دمتم في أمان الله مشاهدينا، وإلى اللقاء.